هاي يا جماعة، ازيكم؟ كيف عاملين؟ ان شاء الله انتم كويسين وكل الامور تمام. انا صراحة مبسوطة بكل الناس الجدد اللي اشتركت في القناة. اتمنى يا جماعة انه تلقوا في القناة كل ما هو مفيد، وكمان تستمتعوا بكل الفلوجات والفيديوهات اللي انا اعتقد انها مهمة شديد. في وقت من الاوقات انا كنت محتاجة اسمع فيديوهات زي دي، محتاجة اشوف يعني محتوى زي ده يساعدني انه انا اقدر يعني امشي كويس في الرحلة بتاعت اللجوء بتاعتي، طبعا قبل اعادة التوطين. فمن خلال الفيديو ده ان شاء الله في بعض المعلومات اللي اكتشفت انها مهمة شديد شديد وكان لازم اعملها قبل ما اجي استراليا هنا. هو ما فات الوقت لسه، لكن يعني كان لو عملتها من بدري كان افضل، ويعني حيكون ارخص بالنسبة لي انا، خصوصا لما اجي اعمل الحاجة دي هنا في استراليا. فبعد مرور 6 شهور في استراليا حاسة انه الزمن قاعد يجري شديد شديد يا جماعة. يعني انا هسه ما بتخيل انه انا خلاص عملت 6 شهور، يعني سبحان الله. فبعد 6 شهور من اقامتي في استراليا هنا في بعض المعلومات ان شاء الله انتم حتستفيدوا منها لو كنتوا لاجئين منتظرين اعادة التوطين، او حتى لو كنتوا بتفكروا انكم تهاجروا لاي دولة. الحاجة دي مهمة شديد وحتستفيدوا وحتحتاجوها هناك. فخليكم متابعين معي لو لسه ما اشتركتوا في القناة، ارجوكم يا جماعة، وفضلا ليس امرا اشتركوا في القناة عشان انتوا تستفيدوا، وعشان مجرد ما انزل فيديو يظهر لكم، وكمان عشان تدعموني انا واستمر في انه اعمل لكم محتوى ان شاء الله حتستفيدوا منه. وكمان ممكن تكتبوا لي ارائكم، تكتبوا لي مقترحاتكم، عايزين شنو المعلومات اللي انتوا عايزينها عشان انا اديكم ليها، طبعا من خلال خبرتي البسيطة شديد زي ما قلت لكم في مسألة اللجوء. فحندخل طوالي في موضوع الفيديو. عملتوا لايك ولا لسه؟ اوكي ما في مشكلة، ننتظر لايك. اوكي شكرا يا جماعة، يلا خلونا على طول ندخل في موضوع الفيديو. طيب يا جماعة، الحاجة دي اللي انا حتكلم عنها هسي يعني هي ما كانت فايتة علي لما كنت في انديا، لكن اكتشفتها خلونا نقول هاي في الفترة الأخيرة منه، وأنا خلاص عرفت روحي إنه أنا مسافرة، أو خلاص تمت إعادة التوطين، أو لقيت إنه الحاجة دي المفترض إنه أنا أفكر فوقها جديا والمفترض إنه أنا أعملها. لكن كان الزمن بتاعي ما كان بيسمح، وحتى كانت ظروفي المادية ما كانت بتسمح إنه أنا أعمل الحاجة دي في إنديا، مع إنه كان يعني مقارنة بهنا أرخص شديد. فالحاجة دي يا جماعة هي الدرايفنج لايسنس. لما انتوا تسافروا بتبقوا محتاجين انه يكون عندكم رخصة بتاعت قيادة، لانه هنا العربات رخيصة شديد، اي زول ممكن يشتري عربية، اي زول ممكن يسوق، وكمان لانه الجري هنا في البلد كتير شديد، خصوصا لما انتوا تكونوا امهات، او حتى لما تكونوا يعني امهات لوحدكم سنجل مامز. فالحاجة دي حتكونوا محتاجينها شديد شديد، لأنه الأمهات هنا وفي كل دول المهجر هم اللي بيكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة من أولادهم، حتى لما يكونوا متزوجين، يعني هم اللي بيودوهم المدارس، هم اللي بيجيبوهم من المدارس، ولو في شوبينج انت بتمشي انت تعمليه. فالحاجة دي يعني مسؤولية البيت والأولاد بتكون معتمدة عليك. الراجل بيمشي يشتغل برا، بحاول انه يوفر لكم الحاجات، يوفر لكم الماديات اللي تسهل عليكم الحياة في الدولة اللي انتوا فوقها. وبرضو في بعض النساء بيشتغلوا عادي، لكن برضو مسؤولية الابناء ومسؤولية انك توديهم المدرسة وتجيبهم بيبقى عليك انت، وبرضو ممكن الحاجة دي تكون مشاركة بينك وبين زوجك. الدرايف لايسنس هنا فيه مراحل كثيرة شديد وغالية، مكلفة جدا جدا. يعني احنا هنا في جنوب استراليا في أدليد بالذات، انا بتكلم عن أدليد لانه انا ساكنة فوقها في جنوب استراليا. فالحاجة دي عشان انت تعملي بس ساعة واحدة تدربي فيها يعني لسنس في بتاعت سواقة وكذا، غالية شديد، $100.
فلو كان الحاجة دي بالنسبة لي أنا لو كان عملتها في إنديا كان بيكون أرخص. يعني أنا كان لحد ما أخذ اللايسنس ممكن ما يكلف معي $200 أو يمكن أقل. فلو أنتوا ما عندكم المقدرة المالية إنه تعملوا درايف لايسنس هناك، أو مثلا كنتوا قاعدين بطريقة غير شرعية وما بتقدروا تطلعوا يعني الورقة عديل البطاقة بتاعت الدرايفنج لايسنس، ممكن تبدوا تتدربوا. لما تتدربوا الحاجة دي بتوفر عليكم شديد، لما يعني لما تجوا انتوا عارفين انكم كيف بتسوقوا السيارة بيبقى عليكم سهل هنا، انه يعني ممكن ساعة مع انستركتور او ممكن ساعتين ثلاثة ساعات بس عشان تتعرفوا على الشوارع هنا وعلى الساينس وكل الحاجات دي. فانا لما جيت هنا طبعا انا زي ما قلت لكم يعني من بدري عندي الفكره انه يعني اتدرب وكده، لكن زي ما قلت لكم الزمن والظروف ما كانت سمحت لي انه انا اعمل الحاجه دي. لما جيت هنا بدأت انه انا اعملها. حوريكم المراحل بتاعت عشان تاخذ درايف لايسنس من البدايه. اول حاجه في سيوري تيست، لازم يعني تمشوا تسجلوا في سيرفيسز، ايه احنا هنا بنقول له محل بتطلعوا الرخص ومحل بتسجلوا فيه، بتسجلوا بيدوك لينك وبيدوك كمان كتاب ممكن تقري اونلاين وتمتحني، وده اللي انا بحبسه. وممكن تشيل الكتاب تقريه في البيت وبعدين تدخلي اونلاين وتمتحني الامتحان، لكن الافضل والاسهل بالنسبه لي انا ولقيته يعني لانه التليفون 24 ساعه في يدك او حتى اللابتوب بتقدري تقري وبيكون اسهل وبتمتحني عادي. بيدوكي حاجة اسمها learner's permit اللي هو L لونه بالاصفر، فالحاجة دي بتخليكي انت من خلاله بتمشي الشارع او تبدي driving lessons مع instructor او مع زول عنده full license. فبديت الحاجة دي الحمد لله عملتها. بدأ في الموضوع بتاع انه كيف انا اتدرب مع لايسنس وكده، ولقيت انه مكلف جدا، وفكرت انه انا لازم اعمل الفيديو ده عشان بعض الناس اللي لسه هم منتظرين ولسه هم يفكروا انهم يطلعوا يعملوا الحاجة دي قبل ما يجوا، حتى لو ما قدروا يطلعوا عديل درايفنج لايسنس بس يتعلموا كيف انت تسوقي السيارة اذا كان مانوال او اوتوماتيك، عشان لما تجوا هنا يسهل عليكم الموضوع بتاع انه يعني لازم تقفلوا الساعات. فحنجي لموضوع الساعات، عشان انت لازم يعني تكملي 75 ساعة، 75 ساعة لازم 15 ساعة منهم تكوني تسوقي بالليل. فالحاجة دي يعني قولوا مثلا انا عايز اعمل 75 ساعة مع درايف انستراكتور، يعني 7000 وشوية، 7500 أو almost 8000 عشان بس أتدرب على 75 ساعة. بعدين تاني حاجة أدفع عشان أطلع البي عشان أمتحن الامتحان وعشان أخذ الرخصة الأولية. فالحاجة دي مكلفة جدا، يعني القروش اللي أنا بس أتدرب عشان أتعلم ممكن أشتري عربية وممكن اثنين سكن هان طبعا. فالحاجة دي لقيتها او ماي جاد يا سوسن، الحاجة دي انا ما كان ركزت فوقها شديد، يعني كان ممكن عادي انا اتسلف قروش عشان اتدرب واخده واجي، لكن ما كنت فاكرة بالصعوبة دي وما كنت فاكرة انه يعني حتكون مكلفة جدا. فلما انتوا تجوا تمتحنوا الامتحان، عشان كده هنا الاطفال يعني من عمر 16 سنة بيبدوا انه يتدربوا كيف يسوقوا السيارة، لأنه بياخد سنوات عشان ياخدوا الفول لايسنس. يعني مثلا في الأل اللي طفل اللي عمره 16 سنة لازم يكون عمره 17 سنة بعدين يجي يمتحن الامتحان حق حتى لو بقى يعرف يسوق أي شيء ما بيمتحن الامتحان، ما بيدور رخصة إلا عمره يكون 18 سنة أو 17 سنة يمتحن الامتحان. بعدها بياخد B1 وبعد البي في البي دي حيقعد فوقها 3 سنوات، عشان بعد 3 سنوات بعدين بيدوه الفول لايسنس. فالحاجة دي يعني بتاخد وقت. أما بالنسبة لزول عمره مثلا فوق 18 سنة ويدوب عايز يتعلم زينا نحنا مثلا اللي بنجي جدد، فلازم إنه أنا يعني أعمل امتحان حق الـ التازو
وأبدأ أتدرب في أكمل 75 ساعة. طبعا ممكن تاخده لو أنتوا يعني ما بتعرفوا، ما حصل قبل كده سكتوا سيارة أو ما بتعرفوا خالص، دي أول مرة لكم زي أنا، فلازم على الأقل 5 ساعات أو 7 ساعات مع درايف انستراكتور. بعدين أنا ممكن يعني أسوق مع ناس أنا بعرفهم، ناس يكون عندهم فول لايسنس، بعد ذاك ممكن أسوق معاهم عشان أقفل 75 ساعة، لأنه زي ما قلت لكم مكلف شديد وما حتقدروا تعملوهم إلا لو مثلا تفتشوا في منظمات ممكن تساعد، لكن الويتنج ليست حق المنظمات بيكون فترة طويلة شديد، مرات سنوات. وفي بعض المنظمات بيكون عندهم اتش ليميتد، فيعني اكثر من 25 سنه ما بيدربوهم، فالحاجه دي يعني لازم انتوا تلقوا ناس بتعرفوهم هنا، اصحابكم، صحباتكم، اهلكم، او لو انت كنت مع زوجك، زوجك عنده فول لايسنس ممكن يساعدك انك يعني تكمل ال 75 ساعه دي. فعشان كده يا جماعة لو انتوا لسه في المرحلة بتاعت الانتظار، او لو مثلا ما كنتوا بتعرفوا تسوقوا، حاولوا تدربوا عشان لما تجوا هنا توفروا على نفسكم وقت، توفروا على نفسكم يعني ماديا. فالحاجة دي زي ما قلت لكم بتاخد وقت، فعشان كده خدتوا بالكم فوقها شديد، ركزوا فوقها، ولو قدرتوا تعملوها اوكي، لو ما قدرتوا بس حاولوا انكم تتدربوا اللي عشان تكونوا كونفيدنس انه تسوقوا براكم وكده. لما تجوا هنا ما حتاخدوا ساعات كثيرة، هو لازم تكملوا 75 ساعة بس ما بالضرورة تكونوا مع انستراكتور. بعد ذاك، بعد ما انت خلاص كملت ال 75 ساعة، بعد ذاك وحاسة انك انت خلاص كونفيدنت وقادرة انك تسوقي براكي، عرفتي كل الساينس، عرفتي كيف تدخلي في الراون انا باوت، عرفتي 200 تدي زول جيف اواي، 200 تعملي استوب، كل الساينس اللي انتو بتقروها طبعا دي كلها اونلاين، عشان كده ضروري يا جماعة تقروا الحاجات دي براكم. في بعض الناس يعني ما بيقروا وبس، ممكن عادي اي زول يمشي يمتحل، فالحاجة دي ما في صالحكم، انتو اقروا واضغطوا نفسكم شديد عشان تكونوا عارفين ودراية بكل الحاجات، لانه لما تيجي تمتحنوا الامتحان صعب شديد، وما يعني ما سهل انكم تجتازوا، فلازم تقروا كويس. ومجرد ما تحسوا انكم انتو كونفيدنت شديد يا جماعة، ما بس يعني لانه حتدفعوا قروش، فلو دفعت القروش وما عملتوا باس انتو الخسرانين صح، وبرضو القروش يعني مكلفة شوية. فعشان كده حتى لو في 75 ساعة انتوا ما تعلمتوا كويس، ما حسيتوا انكم confident، واصلوا واصلوا واصلوا، اعملوا ساعات تانية كثيرة لحد ما تتأكدوا انه انتوا خلاص قادرين تدخلوا الشارع براكم. هنا في استراليا يعني نحن زمان في الفاشر الواحد ممكن يمشي على سباق الخيل، او ممكن تمشوا على حتة ما فوقها ناس، ما فوقها عربات، وتبدو تتدربوا هناك. لكن هنا في استراليا لا، مجرد ما تعمل التست سيوري وبديتي مع الانستراكتور حتدخل الشارع على طول، فحتدخل كده الشارع طوالي. طبعا في شوارع شوية ما فوق عربات كتيرة، لكن فوق ناس، فوق عربات، فوق كده، ما زي في السودان هناك بتتدربوا في مكان فاضي اول مرة. فيا دي الحاجة اللي شفتها انها مهمة شديد، ولازم انتو تعملوها قبل ما تجوا هنا استراليا، او قبل ما تمشوا لأي دولة انتو حابينها. حاجة تانية برضو يا جماعة حابة انو افيدكم بيها واقولها لكم من خلال فترة هنا، الانجليزي يا جماعة، او اي كانت اللغة الدولة اللي انتم ماشيين لها، في البداية ما على طول تمشوا تبدو شغل، او مثلا تقولوا خلاص نحن دارين نشتغل، صح الاهل محتاجين وانتم محتاجين تساعدوا، طالما انتم خلاص طلعتوا نفسيا بتكونوا نفسكم عايزين تساعدوا اهلكم. طبعا لازم نحن يعني زول بعد ما طلع بيكون تفكيره كله في اهله، كيف انا اقدر اساعد اهلي، وكيف انه انا اشتغل بسرعة يكون عندي دخل كويس. لكن انا عايز اقول لكم ما تستعجلوا، ما طوالي يا جماعة، مجرد ما انتوا تجوا يشتغلوا على طول، اتمكنوا من اللغة شديد يا جماعة، لانه قدر ما تتمكنوا من اللغة وقدر ما يعني تكونوا confident في اللغة وتتعلموا حتى الاسلام يعني
أي كانت اللغة اللي أنت في 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 يعني هسه يعني إحنا في أستراليا في أكسنت وفي كلمات يعني أنتوا ما بتتخيلوا إنه دي إنجليزية وسريعة جدا، عارفين الأكسنت الأسترالي عامل كيف. فالحاجة دي لما تجوا هنا يتعلموا الأوسيس أو الأستراليين بيتكلموا كيف، عنده بعض الكلمات ما بتكون معروفة إلا بينهم، وكمان لو ما سمعتوا كويس برضو ما بتقدروا تفهموا هم بيقولوا في شنو لأنه بياكلوا الكلام يعني، بس الزول يعين كده وبتكوني فاهمة حاجة في الفترة الأولى، لكن لما أنتوا تحسنوا اللغة وتواصلوا تقروا على الأقل يعني 6 شهور أو سنة لحد ما تتمكنوا من اللغة وتكونوا خلاص، لأنه أوردي الحكومة الفترة الأولية يعني خلال السنة دي ما بيكون لازم أنتوا تشتغلوا إلا لو أنتوا عايزين يعني. فليه ما تحسنوا اللغة وتمكنوا نفسكم شديد بعدين تفكروا في موضوع الشغل، لأنه هنا الشغل متوفر وممكن تلقوا شغل، فلازم تركزوا في موضوع اللغة شديدة يا جماعة. بنصح كل الناس لأنه في بعض الجنسيات بيكونوا قاعدين فترة طويلة شديد وبيكونوا لسه على الإنجليزي حقهم ما كويس، ما يعني ما قادرين يندمجوا مع المجتمع بصورة يعني أفضل. فعشان كده ركزوا في موضوع اللغة، يتمكنوا فيها شديد بعدين فكروا في موضوع الشغل. الحاجة اللي ممكن يعني تساعدكم برضو عشان تحسنوا اللغة بتاعتكم قولوا معي الفولنتيرينج هنا في أستراليا يعني موجود بكثرة شديد، وممكن أي زول يعمل فولنتيرينج في أي مجال هو حابي يعمله يشتغل بعدين. فعشان كده شوفوا انتوا عايزين تشتغلوا شنو، او اللي المجال اللي انتوا حابين تشتغلوا فيه هنا، ويكون دل الشغل حقكم لقدام، امشوا اعملوا فيه فولنتيرينج. الفولنتيرينج طبعا ما مدفوع، في بعض المؤسسات بتديكم بس حق البترول او مثلا حق المواصلات اللي انتوا ممكن تمشوا يعني، بعض الشركات او بعض المؤسسات لكن ما كلهم لانه فري. وممكن انتوا يعني بس فولنتيرينج مثلا 4 ساعات في الاسبوع او 3 ساعات في الاسبوع على حسب زمنكم انتوا الفاضي، يعني ممكن تعملوا فولنتير ساعة واحدة او مثلا في الاسبوع يعني مثلا 3-4 ساعات على حسب انتوا جدولكم عامل كيف وعلى حسب زمنكم انتوا الفاضي اللي عايزين تعملوا فيه. الفولنتيرينج يا جماعة بساعدكم شديد عشان انتوا بعدين يكون عندكم لوكال اكسبيرينس، لانه هنا لو دارين تشتغلوا يعني شغل كويس او حتى اي شغل عايزين تشتغلوه لازم يكون عندكم لوكال اكسبيرينس، خبرة يعني محلية في البلد ذاته. فالفولنتيرينج مهم شديد بيساعدكم في الحاجة دي، كمان بيساعدكم انكم تعملوا كونكتينج وكوميونيكيشن مع الـ اللوكال يعني الاستراليين المحليين عشان تعملوا تحسنوا الليسنينج حقكم يعني مع البراكتس ومع انكم تتكلموا معاهم وكده، الحاجه دي بتخليكم سمعكم يكون جيد لهم، بتعرفوا هم بيقولوا في شنو او قاصدين شنو، بتتعلموا الاكسن حقهم، بتتعلموا الكلمات اللي هم بس بيستخدموها بيناتهم. فالحاجة دي مهمة شديد، والفولنتيرينج بيخليك انك قادر تكون ريزيومي ويكون عندك ريفرنس بعدين، لانه يا جماعة موضوع الريفرنس ده في أستراليا مهم شديد، في أي حاجة بيطلب منك ريفرنس اللي هو يعني زول ممكن يرجعوا له إنه أنت فعلا مثلا اتدربت معاه أو فعلا أنت اشتغلت معه. حتى في موضوع الإيجار يا جماعة بتاع البيوت بيكون مطلوب ريفرنس، لازم أنت تكون قبل كده أجرت او سكنت في بيت، بيتصلوا على صاحب البيت بيسألوا انه انت كيف يعني استخدامك للبيت، بتدفع الايجار في وقته ولا لا، كل الحاجات. في الريفرنس في استراليا مهم شديد، لكن انت لما تجوا في البداية لانه انتوا يعني نيو ارايفل ولانه ناس جدد في استراليا، وطبعا في منظمات بتساعدكم في الحاجه دي، فموضوع البيوت بعدين لما تجوا تاجروا دي يعني ما اشكاليه، الناس اللي انتوا مسؤولين من الملف حقكم ومن كيسكم هم اللي بيساعدوكم في انه يعني
بيأجروا لكم البيت وبيدفعوا لكم بعدين، بعدين هم اللي بيدفعوا لكم البونت أو ال العربون. فدي حاجة ما 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 صعبة شديد، وهم فموضوع الرفرنس ده يعني في موضوع البيت بالذات ما تشيلوا هم، لأن المنظمة اللي أنتوا قبلت ملفكم هي اللي بتساعدكم إنه تأجروا البيت، حتى بتدفع لكم البوند وكل الحاجات دي. فدي الاثنين من الحاجات اللي أنا شفتها مهمة شديد، لازم أنتوا تكونوا عارفينها. موضوع اللغة لازم يعني تمكنوا نفسكم من اللغة شديد، لما تمكنوا نفسكم من اللغة طبعا بيفتح لكم مجالات أكتر، بيخليكم إنكم يعني بيديكم فرص أكتر في العمل، يعني ما بس أشغال عادية، يعني بيساعدكم إنكم يعني تلقوا فرص أفضل وفرص يعني أحسن شديد هنا في أستراليا في موضوع الشغل. فيا وموضوع الفولنتيرينج برضو زي ما قلت لكم مهم شديد، لأنه بيخليكم إنكم تعملوا برضو كونكتينج، يكون عندكم يعني تعملوا علاقات، عشان بعد موضوع المحسوبية برضه هنا في أستراليا في، وموضوع الواسطات في أستراليا برضه في. فعشان كده لما تتعرفوا على ناس وتعملوا علاقات مع ناس إذا كان من المجتمع الأسترالي أو يعني من الكوميونيتي حقك، ده بساعدك بعدين برضه تلقي شغل، ممكن عادي يرشحوكي لشغل مثلا معاهم في المؤسسة اللي هم اللي بيشتغلوا فوقها أو مثلا في أي مكان تاني. فموضوع الكونكشن وإنه تعملوا يعني علاقات مع الناس ده مهم شديد، بيساعدكم إنكم تلقوا فرص أكتر وفرص أحسن هنا في أستراليا. هاي تاني من الحاجات اللي أنا شايفاها مهمة، شنو يا رب، شنو حاجات كثيرة صراحة يا جماعة، يمكن أنا نسيتها شوية لكن اكتبوا لي. طبعا الكلام شديد والمعلومات اللي أنا عايزة أديكم شوية كثيرة، لكن استعدي الحاجات اللي قادرة أوريكم ليها هسع. فلو أنتوا عايزين تعرفوا أي حاجة ثانية اكتبوا لي تحت في التعليقات، وإن شاء الله هحاول أجاوب عليها في فيديو ثاني إن شاء الله. لحد ما أشوفكم في فيديو جاي، ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب، تكتبوا لي في الكومنتس عايزين تشوفوا شنو الفيديوهات الجاية. باي.